أكيد إنك تشوف خواتك وأهلك وناسك وبنات بلدك إنهم يقدمون هذا العرض اللي يعني نفخر فيه نحن كسعوديين. هذا شيء جميل صراحة وشعور لا يوصف. صراحة التطورات مرة جميلة، أشياء جديدة، يعني كل شيء. السعودية مختلفة هذه السنة تماما، بإذن الله بتكون بالعوامل القادمة أفضل بكثير. تطورت وتحقق هالحلم للأمانة، يعني مع مرور سنين تغيرت السعودية 180 درجة.